لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال كتاب الأطعمة. قال كتاب الأطعمة يعني هذا الكتاب يختص بالكلام عن أحكام الأطعمة وما أبيح منها وما منع ونحو ذلك. وذكر جملة من الأحاديث. قال في الحديث الأول عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. قال رواه مسلم. قال وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ، وزاد بلفظ نهى، أي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وزاد وكل ذي مخلب من الطير، وكل ذي مخلب من الطير. هذا الحديث الأول فيه يعني تعميم في التحريم لكل ذي ناب ولكل ذي مخلب من الطير. الأنياب تكون في الفم، والمخالب تكون في الأظفار، في الأيدي والأرجل ونحو ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحيوان الذي له ناب من الحيوانات، له أنياب، ونهى عن كذلك الطير الذي له مخالب في الأيدي في الأرجل ونحو ذلك. وهذه المسألة نلحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قيد التحريم بقيدين. الأول أن يكون من السباع، أن يكون من السباع. الثاني أن يكون له ناب، وأن الإنسان إذا تغذى بهذا النوع من الطعام فإنه يكتسب طبيعة منه فيكون محبا للعدوان على الغير، فلذلك منعه الشرع. وكل ذي مخلب من الطير فإنه أيضا حرام. يعني ما قد يقول القائل يعني هل هناك حكمة من ذلك؟ بعض العلماء يقولون أن الشرع نهى عنها لحكم، ومنها أن هذه الحيوانات السباع ونحوها لو أن الإنسان جعل يأكل منها طبيعة الإنسان نفسه تتقارب مع طبيعة هذه الحيوانات، ولذلك سيكون فيه نوع من العدوان الشراسة ونحو ذلك. والتجربة في الحقيقة أيضا تدل على هذه الحكمة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللين في الحضر والفظاظة في أهل المدر، الفظاظة والغلظة أيضا في رواية. تجد الناس اللي عايشين في البادية فيهم فظاظة وغلظة وجفوة، يعني يقول كثير من العلماء لأن الطبيعة الموجودون فيها الموجودين فيها والأكل، يأكلون أشياء يعني بتجعلهم فيهم جفاء، زي الإبل فيها شيء من الجفاء والغلظة، والطبيعة نفسها فيها جفاء وغلظة. فالشرح يحافظ حتى على الإنسان في ما يأكل. وبعض العلماء قالوا لأن هذه السباع غالب أكلها يكون من الجيف ويكون من اللحوم ونحو ذلك، تأكل اللحوم يعني، وربما تأكل اللحوم البشرية نفسها، ولذلك حرمت. ومن هنا اختلفوا. فهناك بعض السباع، هناك بعض السباع لا تأكل اللحوم البشرية، هناك بعض أنواع من السباع ما تعتديش على الإنسان، لا تأكل الإنسان أبدا ولا تعتدي عليه أصلا، وهي سباع لا تأكل الإنسان.
فلذلك يقول أبو حنيفة كل ما أكل اللحم فهو سبع، حتى الفيل عند الإمام أبو حنيفة، والضبع واليربوع والسنور. وقال الشافعي يحرم ما يعدو على الناس، ويحل الضبع والثعلب لأنهما لا يعدوان. وده الأقرب وده الأظهر، إنه برغم إنه الضبع والثعلب سباع في ظاهرها، لكنها لا تعدو على الإنسان. الضبع ما بيعتديش على الإنسان، والثعلب كذلك ما بيعتديش على الإنسان. الضباع تعتدي على الحيوانات، والثعالب تعتدي أيضا على الطيور والحيوانات ونحو ذلك، لكن ما تعدو على الإنسان. ولذلك الراجح أن الضباع والثعالب يجوز أكله، يجوز أكله مع أنها لها أنياب ولها مخالب ونحو ذلك يعني. وأما الطيور التي لها مخالب فطبعا من أشهرها الصقر والعقاب والنسر والباز والشاهين ونحو ذلك، هذه لها يعني مخالب شديدة، وبتأكل كل أنواع اللحوم والنتن وتأكل كل شيء، ولذلك نهي عن أكلها. ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. قال متفق عليه. وفي لفظ البخاري ورخص، أي ورخص في لحوم الخيل. هذا الحديث أيضا فيه النهي عن لحوم الحمر الأهلية، لا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية. والحمر الأهلية أي التي تعيش بين الناس، أي التي تعيش بين الناس، وعليه فيجوز أكل لحم الحمر الوحشية، أي التي تعيش بعيدا عن الناس وهي من الوحش، يعني تعيش في البوادي بعيدا عن الناس. وأذن في لحوم الخيل، وفيه دليل على جواز لحوم الخيل، جواز لحوم الخيل. ولذلك يقول للشيخ العثيمين هذا الثالث مما يحرم من الحيوان، الحمر جمع حمار، والمنع من لحوم الحمر، والترخيص في الخيل. يعني الحديث الإمام مالك رحمه الله والمشهور عن الأحناف أنهم قالوا بتحريم الخيل، قالوا بتحريم أكل الخيل، واستدلوا يعني معنى عام، وهو أنها يعني جعلت في نواصيها الخير، وأن الخيل إنما يعني هي رمز الجهاد، وقالوا إنه هذا الأمر يجعلها تختفي، لو الناس أكلوها هتختفي. لكن في الحقيقة هذا كلام وإن كان طيبا، لكن النص مقدم والحديث متفق عليه. قال وأذن في لحوم الخيل، وأذن في لحوم الخيل. وطبعا المسألة مش معناها إن المسلمين هيبقوا يعني محتاجين للخيل وبعدين هيذبحوها أبدا. الإنسان في كل أمور حياته بيعمل أولويات، فهو مثلا لو عنده الإبل وعنده البقر والجاموس وكذا ونحو ذلك ويحتاج إلى الخيل في الجهاد، أكيد طبعا هيدخر الخيل. لكن لو هو الخيل مثلا يعني كبرت ضعفت مرضت نحو ذلك، يجوز أكلها، تذبح ويجوز أكلها. لكن طبعا من حيث الواقع يراعى عرف الناس، يراعى عرف الناس. يعني مثلا في بلادنا مثلا في مصر الآن، لو جيت دلوقتي انت مثلا الصبح كده ذبحت خيل، ولا جيت قدام الناس في الشارع كده وجبت خيل وذبحته، ده الناس هيعملوا عليك مظاهرة، الراجل اللي بياكل الحمير والحصين. فهنا يعني يراعى يعني أيضا فهم الناس. أبو هريرة رضي الله عنه كان بيتوضأ، وكان من عادة أبي هريرة رضي الله عنه في وضوئه أنه كان يبالغ في الوضوء حتى يرفع الماء إلى العضد، ويرفع الماء إلى ما يقرب الركبة،
وهو يتوضا، وكان يقول إني أحب أن أطيل غرتي وتحجيلي. وذات مرة هو يتوضا، بعدما انتهى من الوضوء بيلتفت وجد بعض الأعراب، فقال: أنتم هنا يا بني فروخ، لو علمت ما فعلت، لو كنت أعرف أن أنتم ورايا كده ما كنتش عملت كده، لأن هؤلاء هياخدوها ويروحوا بها أنها فرض خلاص. فيراعى أحوال الناس. قال: وعن أنس رضي الله، وقال وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال: متفق عليه. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، فيه دليل على مشروعية أكل الجراد. وهنا مثلا في بلادنا وبعض البلاد ربما يستغربون من هذا، يقول: الجراد، حد يأكل الجراد؟ نعم، ربما أنت في بلاد أخرى يستغربون منك، أنت بتأكل يعني بعض الأشياء البحرية التي يستنكف منها الناس في بلاد أخرى. يعني عندنا في بلادنا مثلا بيسمى مرخلول مثلا، شيء بحري في البحر، فتجد بعض الناس في بلاد أخرى يستنكفون من ذلك. فهذا شيء، والتحليل والتحريم شيء آخر. فيجوز أكل الجراد؟ نعم يجوز أكله. وفي بعض البلاد الجراد زي مثلا في الجزيرة العربية، الجراد بيبقى حجمه كبير جدا، يعني بيبقى حجمه، البعض ممكن يقول الجراد ده فيه ايه، ممكن في بعض في بلادنا الجراد صغير، لكن في بعض البلاد الجراد بيبقى ضخم وكبير، يعني فيه لحم في داخله. نعم. قال الشيخ البسام: يدل الحديث على حل أكل الجراد، وقد أجمع المسلمون على إباحة أكله. ثم قال: وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. قال: متفق عليه. يقول عن أنس في قصة الأرنب، قصة الأرنب يعني أنهم كما قال أنس رضي الله عنه: أنفجنا أرنبا، يعني قبضنا عليه وحبسناه يعني وصيدناه، ونحن بمر الظهران، فسعى القوم وتعبوا، فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة. الأرنب يعني خفيفة، وقعد يجري وراها لغاية ما أنس هو أصغر واحد فيهم مسكها. قال: فجئت بها إلى أبي طلحة زوج أمه رضي الله عنه، فبعث بوركها أو قال بفخذها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو طلحة راح مسويها وكذا وطبخها، وراح بعت يعني فخذها للنبي صلى الله عليه وسلم. طبعا يظن أنها يعني أرنب صحراوي يعني. فبعث بوركها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبله. فهذا فيه إشارة إلى تحليل أكل الأرنب، تحليل أكل الأرنب. وهنا ربما يقول بعض الناس يعني هل في هناك حد قال بالتحريم؟ بعض الناس قالوا بالتحريم، لكن هذا غير صحيح. وبعضهم علل ذلك بأن الأرنب من الحيوانات التي تحيض، أنثى الأرنب يعني من الحيوانات التي تحيض، ولا بأس ولا يمنع هذا من أكلها، يعني حتى لو كان يعني الأرنب بتحيض فلا يمنع ذلك من أكلها. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 4 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والسرد. قال: رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. فهذا الحديث يدل على تحريم قتل هذه الأصناف 4. وإذا حرم تحريم، وإذا حرم قتلها حرم أكلها. إذا كان هي محرم من حد يقتلها، يبقى ما يحرم حد يأكلها. النملة والنحلة والهدهد والسرد، وأيضا كل ما نهي عن قتله من الحيوان والطير والحشرات هو ما لم يكن منه أذى،
فإن حصل منه الاعتداء والأذى حل قتله ولو بما يبيده جميعه كاستعمال الأشياء المبيدة. يعني حرم قتل النمل نعم، لكن إذا حصل منه الضرر يجوز قتله عند ذلك. إذا يحصل منه ضرر أو حصل منه ضرر يجوز قتله، أما إن لم يكن منه ضرر فلا يجوز قتله. زي نمل الشوارع ومثلا والأراضي الزراعية وكذا، خلاص ما يعني الإنسان ما حتى يعني لو ما يقتله لا يجوز قتله، إنها أمة تسبح. لكن لو كان يضر مثلا يدخل البيوت ويقرص النائم ويعني يخرب مثلا الأطعمة ونحو ذلك يجوز يعني قتله ولو بالأشياء المبيدة لعمومه، ولو لعمومه. أين ثم قال: وعن أبي عمار قال: قلت لجابر: الضبع صيد هو؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. قال: رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. قال أبو عمار: قلت لجابر الصحابي رضي الله عنه: الضبع صيد هو؟ يعني يجوز صيده وأكله؟ قال: نعم. قلت: قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضبع صيد؟ قال: نعم. فهذا الحديث صريح في يعني حل أكل الضبع، حل أكل الضبع. طيب، الضبع له ناب، فهذا الحديث يقول العلماء أنه مخصص من النهي العام عن كل ذي ناب. هناك حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب، هذا عموم نعم، خص بهذا الحديث، خص بهذا الحديث. الضبع صيد، الضبع صيد. طب إنسان يقول لك: طب إذا شكله وحش كده نفسك تعافه، دي مسألة تانية. وإلا في أشياء كثيرة جدا بعض الناس لا يستطيع أن يأكله وهي تحل، يعني مثلا بعض الناس يقول لك: أنا مش ممكن أكل الأرانب دي أبدا، وبعض الناس الأرانب دي عنده حاجة ما يعني ما حصلتش ونحو ذلك وهكذا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ، عن القنفذ، القنفذ معروف هو الحيوان اللي بيبقى ظهره كله شوك، فقال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. ابن عمر أفتى يعني بالقاعدة العامة من آية، يعني إن ما لم يأتي نص بتحريمه فالأصل فيه الإيش؟ الحل. فقال شيخ عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي القنفذ، فقال: إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. يا سلام على الصحابة رضي الله عنهم. قال: أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. يعني على فرض صحة الحديث، فابن عمر رضي الله عنه رجع إلى التعويل على الثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك من وجوه الرد إذا صح الحديث، يعني إذا الحديث صح من وجوه الرد، أن الآية مكية والحديث متأخر في المدينة. يعني أبو هريرة أسلم بسنة 7 عن فتح خيبر، فأبو هريرة هو الراوي. وأما الآية: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه، في سورة الأنعام، وسورة الأنعام دي سورة مكية، فوارد جدا أنه التعميم اللي في الحل، التعميم اللي في الحل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، يأتي بعد ذلك ما يقيد هذا التعميم في التحليل بأشياء عند ذلك تمنع وتحرم. نعم. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة
وألبانها. قال أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. هذا الحديث فيه التحريم للجلالة وأنه لا يجوز أكل الجلالة ولا شرب لبنها. ولكن ما هي الجلالة؟ الجلالة أحسن ما قيل فيها أنها التي أكثر على فيها النجاسة، التي أكثر على فيها النجاسة، تأكل نجاسات كتير، فهذه سميت جلالة لأنها تأكل الجلات والقاذورات. يبقى الحيوان المباح اللي بيقعد طول النهار يأكل في زبالة ويأكل في نتنات ونحو ذلك هذا يسمى جلالة، لا يجوز أكله ولا يجوز شرب لبنه، لأن سبحان الله هيبان عليه في اللبن، اللبن بتاعه هيبقى فيه أثر القذرات والنجاسات، ولحمه نفسه هيبقى طعمه فيه أثر النجاسات والقذرات. ولذلك هذا لا يجوز أكله ولا شرب لبنه. طب العلاج إنه يبعد عن الأماكن القذرة ويعلف علفا طيبا مدة يظن بها تغير اللحم واللبن وعند ذلك يؤكل. نعم. ابن حزم رحمه الله له يعني فتوى طريفة جدا، وهي أن من وقف في عرفات راكبا على جلالة فحجه غير صحيح. اللي في عرفة مثلا لو وقف على في عرفة على جلالة يقول حجه غير صحيح. وطبعا يعني جزاه الله خيرا يعني كورع، لكن طبعا هنا انفصال يعني جهتين، ما يعني هو وان كان مخطئ نعم في استعمالها وفي ونحو ذلك، لكن طبعا هذا لا يؤثر طبعا. قال وعن ابي قتاده رضي الله عنه في قصه الحمار الوحشي قال فاكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. الحمار الوحشي اللي هو صاده أبو قتادة وهو كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم محرم يعني، وهو صاده بس مش بقصد النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أكل منه. الغرض من إيراد الحديث هنا أورده الحافظ للدلالة على إباحة أكل الحمار الوحشي. الحمار الوحشي، أما الحمار الأهلي فلا يجوز أكله. ثم قال وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. قال متفق عليه. هذا الحديث يدل على حل أكل لحوم الخيل، وفيه دليل على أنها تنحر زي الإبل، يعني إن الخيل تنحر غير الذبح للبقر ونحو ذلك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال أكل الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال متفق عليه. أكل الضب، الضب قيل هو حيوان يعيش في الجحور، يعيش في الجحور، فهذا الحيوان أكل على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعروف القصة، وهي أنه يعني صاد بعضهم يعني الضب وأنضجه وطبخه ثم قدمه للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحرمه ولكني أعافه، فإني لم أعهده في قومي، يعني في قومي ما كناش بناكل الضب، ما عندناش الحكاية دي، زي عادات الناس ما بياكلش الأكل الفلاني، فإني أعافه. فخالد رضي الله عنه قام وأكله كله رضي الله عنه. ولذلك هذا الحديث فيه دليل على جواز أكل الضب. بعض الأحاديث ظاهرها النهي عن أكله وردت يعني، وحسن بعضها بعض العلماء زي الشيخ الألباني، إن بعض الأحاديث وردت في إن الضب لا يؤكل، وهذه الأحاديث حسن بعضها الشيخ الألباني، لكن يجاب
بترجيح الحل، بترجيح الحل، حل أكل الضب لقوة الدليل من حيث السند والتصريح. سند الحديث هنا متفق عليه، الحديث الأخرى يعني حسنة ببعضها، وأما الحديث الأخرى هذه فتحمل على خلاف الأولى أو على كراهته هو صلى الله عليه وسلم من باب الجبلة وليس من باب الشرع، وده الأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الضب من باب الجبلة، هو ما زي ما أي إنسان ممكن ما يأكلش أكلة من الأكلات. قال: وعن عبد الرحمن بن عثمان القرشي أن طبيبا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء فنهى عن قتلها، أخرجه أحمد وصححه الحاكم وأخرجه أبو داود والنسائي. أن طبيبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضفدع يجعلها في دواء، يعني يقتلها وياخد منها حاجات ويخلطها بأشياء ويعمل منها علاج، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها. وهنا النهي يقتضي تحريم قتلها، وتحريم قتلها يفيد تحريم أكلها، يبقى لا يجوز أكل الضفدع، لا يجوز أكل الضفدع، فإنه لو جاز أكلها لما حرم قتلها، وعليه لا يجوز أكل الضفادع. ويعني ورد في رواية أو روي: لا تقتلوا الضفادع فإنها مرت على نار إبراهيم فجعلت في أفواهها الماء وكانت ترشه على النار. يعني قيل إن الحكمة في النهي عن يعني قتل الضفادع إن هي كانت ترش الماء على نار إبراهيم. إذن الخلاصة في باب الأطعمة أنه لا يجوز أكل الضفادع، لا يجوز أكل الضفادع. البعض طبعا يقول دي من أشهر الأكلات في فرنسا وكذا ونحو ذلك، لا يجوز أكلها ولا يجوز للمسلم أن يأكلها. نقف على باب الصيد والذبائح إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.